اللبناني. صباح هذا اليوم هناك يتم الحديث أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الأوضاع في الشمال، عن نزوح أكثر من 100,000 إسرائيلي. التقديرات الرسمية الأولى كانت تتحدث عن 60,000، ولكن حاليا يتحدثون ما بين 80 وحتى 100,000 إسرائيلي، ما بين تم إجلائهم من قبل وزارة الأمن الإسرائيلية أو حتى اختاروا بمفردهم الذهاب والابتعاد عن هذه المناطق. هناك انتقاد لعمل الحكومة الإسرائيلية الحالية منطقة أمنية عازلة في داخل حدود إسرائيل على حد قولهم، لأنه على عمق 5 كيلومترات. هذه منطقة عازلة ومنطقة أمنية، ربما دائما ما كانت تعمل إسرائيل هذه المناطق الأمنية في أراضي الغير وليس داخل حدودها، ولكن في هذه المرة هي اختارت أن تخلي هذه المناطق وتعمل على منطقة أمنية عازلة في داخل أراضيها، وذلك بفعل الهجمات التي كانت من حزب الله منذ 8 أكتوبر، والتي يقدر بأنها تجاوزت حاجز 1,100 عملية إطلاق من الجنوب اللبناني، كانت بصواريخ مضادة للدروع أو بقذائف الأهاون أو بالصواريخ الكورنيت أو حتى بصواريخ البركان وصواريخ الكتيوشا التي أطلقت نحو البلدات والمناطق الإسرائيلية حتى عمق 7 أو 8 كيلومترات، ولكن في هذه المنطقة فقط هي التي تشهد هذا التوتر على الحدود الشمالية. بالأمس وصل إلى هنا بني جانتس وهو الوزير في كابينة الحرب الإسرائيلي، والتقى برؤساء المجالس المحلية. هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي بها برؤساء السلطات المحلية في المناطق الشمالية، ولكن هذه المرة أطلق تهديدات وقال بأنه على العالم إبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية، وإذا لم يفعل العالم ذلك فإن إسرائيل ستفعلها. وقال بأن إسرائيل منفتحة على حل سياسي، ولكن أيضا هي مستعدة لحل عسكري على الحدود الشمالية. في الأيام الأخيرة على ما يبدو أن جانتس هو المسؤول عن إجراء المحادثات مع الوزراء الخارجية الأوروبيين وأيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وغيره من المسؤولين الدوليين، يحاول إيصال هذه الرسائل لهم والمطالبة مطالبة الدول بالضغط على إسرائيل على لبنان، للضغط على حزب الله كي يبعد قواته عن الحدود، وإلا فإن إسرائيل قد توسع عملياتها على الحدود الشمالية. ولكن أسئلة عديدة، حتى عندما تتحدث إسرائيل عن إمكانية توسيع عملياتها على الحدود الشمالية، أسئلة عديدة تطرح: متى سيكون ذلك؟ كيف سيكون ذلك؟ هل إسرائيل مستعدة لذلك في هذه الفترة؟ هل أيضا هي متأهبة عسكريا؟ حتى وإن قالت بأنها متأهبة من ناحية نشر قوات الاحتياط في هذه المنطقة وإجراء تمارين عسكرية في الجولان وفي الجليل الأعلى وذلك للبقاء على الجهوزية، ولكن هل إسرائيل مستعدة لأضرار ولدمار في البنية التحتية في تل أبيب أم لا؟ وأيضا في حال ذهبت إلى حرب نحو لبنان فإن أضرارا قد تحدث أيضا في البنية التحتية في الإسرائيلية، وذلك بفعل امتلاك حزب الله لصواريخ وهي صواريخ دقيقة وليست صواريخ عادية وفقا للتقديرات الإسرائيلية. لذلك حتى عندما يتحدثون عن الحل العسكري، أسئلة عديدة تحوم حول هذا الخيار وجدية هذا الخيار وقدرة إسرائيل على هذا الخيار. ولكن في المقابل الحل السياسي بالنسبة لإسرائيل هو ابتعاد عناصر حزب الله عن الحدود. كيف؟ هذا ربما يكون بضغط أمريكي، ضغط فرنسي، مبادرات، أو اعتقدت الولايات المتحدة الأمريكية أنه من خلال إعادة ترسيم الحدود البرية على غرار ما جرى في الحدود البحرية قد يؤدي إلى إبعاد حزب الله. ولكن ربما هناك مبادرات في هذه الفترة لإبعاد عناصر حزب الله. في البداية إسرائيل كانت تطالب لإبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ولكن تقارير إسرائيلية تتحدث عن إمكانية قبول إسرائيل لإبعاد هذه العناصر المسلحة حتى عمق 7 كيلومترات من الحدود، وذلك لإبطال فعالية إطلاق صواريخ الكورنيت من لبنان نحو إسرائيل، لأنه تعتقد إسرائيل أن هذه هي المسافة التي تعمل به صواريخ الكورنيت والمضادة للدروع التي تمتلكها عناصر